النهاردة هنعمل فراخ لطيفة جدا ومختلفة شوية، ما فيهاش اي نوع برضو من اي فاتس خالص، مفيش اي دهون. الكالوريز بتاعتها لكل ربع فرخة تقريبا 288 كالوري، اما الدهون اللي فيها فهي 4.8%، فهي مش كتير خالص. عندي فرخية كده محترمة معتبرة مغسولة زي الفل. جبت بقى عندي روزماري زي ما انتوا شايفين، عندي برتقان وبشر برتقان، عندي ليمون وعندي جنزبيل وعندي روزماري وعندي ثوم ومية بصل، وطبعا الملح والفلفل اللي احنا يعني لازم ما نستغناش عنه ابدا. نلبس بقى الاشياء دي. سهلة وسريعة وفي الفرن وما بتاخدش وقت، تحطوها في الفرن على درجة 180 لمدة ساعة، تطلع لكم أحلى فرخة مستوية في الدنيا، وفي نفس الوقت نقدر ناكل معاها شوية سلطة حلوين. احنا النهاردة هنعمل لكم معاها شوربة طماطم ان شاء الله تعجبكم. بالنسبة للأكل زي ما دايما بقول لكم، عايزين البروتين مهم جدا بالنسبة لنا بس ما نكترش منه، وعايزين كمان الكاربز او النشويات مش عايزين نكتر منها. والناس اللي ماشيين بالكالوري كاونت او بالسعرات الحراريه هتلاقوا دايما عندنا احنا بنقوله لكم ده بير سيرفنج، يعني لل الايه الشخص الواحد. يعني بالنسبه للرز بيبقى تقريبا ربع كوبايه رز، هما لما بيستووا بيبقوا 8 معالق. البروتين دايما بيبقى تقريبا في حدود 200 جرام. ونبتدي بقى ايه الشغل. اول حاجة هعملها خالص قبل ما اعمل كده، لازم دايما املح الفرخة. لو عايزين فرخة حلوة قوي ودر، يعني عايزينها مسلوقة، عايزينها مشوية، عايزينها كده اهو، لازم قبل ما او هقول لكم مش لا مفيش حاجة لازم، بس يعني بقول لكم الطريقة اللطيفة جدا ان نملح الفرخة من كلها من جوه ومن بره وما بين الجلد وكل حاجة، نقفلها بكيس نايلون وندخلها التلاجة قبل ما ننام لما تكون فكت. تاني يوم نصحى ونشطفها شطفة حلو قوي. الملح بيعمل حاجتين، بيتخلص خالص من الدهون اللي بتبقى ما بين الجلد واللحم، ودي حاجة احنا محتاجينها طبعا، هتبقى احسن مليون مرة لو احنا عملناها من غير جلد، ده هيقلل كمان من السعرات الحرارية. تالت حاجة ان الملح بيطري لحمة الدواجن اللي احنا بنعملها الفرخة، وبيدي طعم حلو قوي للحم نفسه، يعني التمليحة ما بتبقاش بس على الجلد والحتة البرانية، لا الجلد نفسه اللحمة نفسها بيبقى طعمها حلو. هنبتدي ايه وازاي؟ زي ما قلت لكم انا قبل ما هبتدي اي حاجة هملحها من جوه تاني، شوية ملح كده لطاف وفلفل اسود برضو كده ايه لطف. اوكي دي اول حاجه نعملها في الفرخ، هنسيبها كده تاني. ونيجي بقى في البوله دي، هحط هنا ميه بصل، مع ميه البصل هحط عصير ليمون، وهحط معاه شويه الثوم المفروم دول. عندنا قشر البرتقال، دول خدوهم عشان دول انا هحطهم في حته تانيه. الروزماري والجنزبيل بيديها ريحة جبارة كده. خلاص شكرا. بس نحط الملح، فلفل اسود تاني، والحاجات دي كلها هنعملها كده مع بعض. ونجيب بقى الحاجات الحلوة دي بتاعتنا كلها وندخلها كده جوه الفرخه، وبرده بتبقى حلوه قوي كده لو عايزين نشويها كمان. احنا المره دي هندخلها بس الفرن تستوي نروست، مش عايزه اي نوع من اي دهون فيها، وبرده ما بين الجلد واللحم كده. دي من الحاجات المهمه جدا يا بنات، لما تيجوا تغسلوا الفراخ الحتت دي هي اللي بتطلع حاجات كتير ودهون كتير وحاجات بتبقى ريحتها كمان مش حلوه. ونحط شويه كده كمان ما بين الجلد واللحم، ولو عايزين الجلد احنا بقى مش عايزين نتكلم على الجلد عشان احنا ناس اهو ماشيين وعايزين نعمل الخطوات بتاعتنا، فلما تيجوا تاكلوها حاولوا تشيلوا الجلد منها، حتى لما بيبقى مغري قوي وكريسب كده وجميل حاولوا ما تاكلوهوش. عارفه انها حاجه مش سهل الواحد يعملها بس ايه مهمه. خلوا ده كده عشان هتشوفوا هنعمل بيه ايه تاني. عندي هنا الليمون والبرتقال، اخدهم واجيب سكينه
من ايه قطعهم كده اهو. والليمون هاخد دي وهدخلها جوه البرتقال الفرخايه عشان تنزل لنا جوسس حلوه وتخليها ريحتها جميله. ودي كمان مع واحد روزماري. اوكي بس كده. ونيجي في الصينيه بتاعتنا اللي هنحط عليها الفرخه. نحط ده كده نعمل بقى شكل لطيف ليها الاستاذه. نخليها قاعده على نعمل ده كده. وشوية روزماري وبقية مية البصل هحطها هنا. وأحط المضمزال دي زي ما هي كده هيلة بيلة. أنا ما بحبش عادة أقطع الحتة دي عشان برضو بعمل الفرخة كده. بس إحنا إيه ممكن عشان شكلها يبقى حلو لازم دايما 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 إيه نربطها. أنا عندي هنا حاجة أقدر أربطها بيها. كده قدامي بس عشان اعرف اتعامل معاها وخلاص. وهتدخل الفرن زي ما قلت لكم على درجه حراره 180. وبعدين معلش وانا بركز ما بعرفش اتكلم انا دلوقتي مركزه عشان ده كمان بيزحلق اهو. هنجيب دي كمان كده اهو بالظبط. برافو علينا كده اهو. هو ده المطلوب. كنت عايزه في الاول اعملها لكم بالطريقه اللطيفه اللي احنا نحطها على الكان او على علبه الحاجه الساقعه برضو بتطلع شكلها وطعمها رائع. عايزه اقول لكم ان الفرخه دي هتنزل جوسز او عصاره كتيره. ننضف هنا بس قبل ما ندخل الفرخه في الفرن. والثوم برضو عايزه توميه جوه كده تومتين. ريحه الثوم دايما بتبقى لطيفه مع الايه مع الفراخ. وريحه الروزماري بتبقى رائعه رائعه رائعه. بس خلاص كده وناخدها هيله بيله. نقلع بقى ده عشان ما نوسخش الحاجات ولا نوسخ الفرن. وناخدها كده هيلة بيلة وندخلها الفرن وخلاص.